طبعا يا جماعه الخير اليوم جايين ناكل اكل اجدادنا. يعني 8 سيارات في العالم بس هي هذه. هذه ما شاء الله. وهذه سياره ملكيه بريطانيا، والثانيه هذه سياره شركه الحرب العالميه الثانيه. نعيش الماضي في الحاضر. هنا تعيش الماضي في وقت الحاضر. الاكل عندنا الاكل هنا اغلبه اكل بدون زيت. ضروري ضروري تزورون هالمكان وتجربونه مثل ما اخذنا التجربه الحلوه. بقى بقلبي الاشياء اللي شفتوها في المطعم او في المتحف كلها اشياء حقيقيه. يعني في شيء من الزمن القديم شايف. الجو حار يبيله مويه. اهم شيء المويه. بيس مان. يا هلا. ايش؟ افتح لي ذا. لا تكفى. افتح ذا. لا تكفى الله يرحم امك والله. لا بشرب والله. ها؟ بشرب بس. تشرب اكيد. ايه. حرارة والله. لا تكفى تكفى. والله جو حار. انا بترميه علي. اقسم لا جو حار. ترميه علي صح؟ لا نوري علي. احلف. والله. حلف خلاص. ولا عرفتي خافقي وش عذابه. حركتي شعور وقلبتي موازين حسسني بنادم بقيمة شبابة. تبغى تاكل؟ اي والله. شوف بس والله فكنا من البروست والبرجر والسمك. نبغى شيء اليوم. نبغى شفت اللي اضرب بالخمس ترجعت. نضرب بالخمس اليوم. يلا قفل التلفزيون. كلمانا اليوم فزنا بالاجواء. بالله صور هذا الاجواء. ما شاء الله يا رب مطر. ها والله يا رب. اليوم تجربة اليوم حيكون شيء مختلف تماما. ما عليكم من اللبس الاوتفيت على قولتهم، اهم شيء بنخش باللحم، نجرب شيء كذا جديد تراثي، اكل شعبي مبهر يحبها قلوبكم. قول لكم سووا لايك وسبسكرايب في القناة. يلا اسوي. هاوز ذا ويذر؟ اتس كارنتلي كلاودي اند 41 ديجريز. يا يا درجة حارة 41 بس الجو هادي. حينزل لك الحين احلى صحن. اي والله يحبها قلبك. ايوه حتقول لعدنان شكرا. والله شكرا من الحين اجل. ولا فطور ولا الحين. ايش سيارتك المفضلة؟ غير سيارتي طبعا؟ ايه بورش بني ميرا. يعني هذه سيارة الأحلام. والله بإذن الله. اكتبوا لي تحت في الكومنتات إيش سيارتكم المفضلة. ما بصرح، هم يعرفون إيش سيارتي. صورتها قبل فترة. حط اللقطة. الشاب اللطيف حبيب اللي راح يكون معنا في هذه الحلقة الجميلة المليئة بالإثارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سلم خشم خشم. منور الموتى البيت حبيب. والله كيني على الاوتفيت حقك حبيبي. والله تعليمك يا عم. لا تعليمك والله نتعلم. هذا وسروال. سروال وشماغ فنيله. فلينه شو اسمه؟ فنيله. فنيله اوكي. ايوه العقال غيرناه ترى عن حق امس. ما شاء الله. ما يلا ليتس جو. طبعا هذا بيخاوينا اليوم. هذا برحمن. هذه سياره مستر بن جابوها هنا للمطعم. يا عيال اقسم بالله سياره مستر بن. والله صراحة اليوم هذا محظوظ. القزاز هندل كمان. والله يجوز ما شاء الله. السرعة 120 وال والله صراحة صدق. وصلنا ديوانية المجالس. طبعا كافيه ومطعم، يعني عندهم قهوة وعندهم جلسات شعبية حلوة وبرضه مطعم، يعني عندهم أكلات شعبية ورز وكبسة و... مطعم يرجعك للزمن القديم. وجدنا إنه في تفاعل، في تجاوب من الناس، في طلب موجود. بعدها نزلنا على الثقيل، صرنا نجيب ذبائح، نتصل الى 100 ذبيحه احيانا عادي نقوم فيها كامل. نعرف انه اغلب الناس يحبوا السيارات القديمه وهي اكثر شيء اللي تلفت النظر للناس. السيارات مفتاح لاحد سوار المدينه، بيبان المدينه سابقا. هذا المفتاح هنا. هذه فكره المسميات، هي مسميات لحواش المدينه السابقة. المدينه كانت احواش موجوده كانت حول الحرم، مثلا زي عندك حوش المغربي، حوش سكر. هذه الحواش، هذه مسميات الأحواش فعلا قديمة كانت.
الله تبارك الله. نخش في الدش؟ لا حبيبي. الشغل ده. ايش تسوي انت؟ ايش؟ لا لا ما عاد فيه. بسم الله. والله ما عاد فيه. ابغاك تعطيني رايك بكل صراحة. كذا قطعة اللحم مع الرز. بالله كيف طعمه؟ 10/10. بالله كيف شوف. بالله كيف. الريحة تشهي. شوف هنا شوف. الصحن هذا اللي تشوفونه او الوجبه كامله هذا ايش يسونه؟ الطبق ذا مع المقبلات اسم الوجبه بياض وجه، يعني تبيض وجه وجه الضيف لما حبيبي على تنوع الأكل. الاطباق الموجوده يعني ما شاء الله تبارك الله تكفي يعني 5 إلى 6 أشخاص تكفي ستات وغيره. يا سلام. انا صراحه كيف المقلقل يا قلبي يا قلبي. يا جماعه الخير ما شاء الله عندهم فطور وعندهم غدا وعندهم برضو عشاء، يعني المقلقل جدا مناسب للفطور. جرب القرصان وادين تقييمه. لذيذ والله من الاخر من الاخر. والله يا سونا صراحه اشكرك على اختيار المطعم، يعني ما شاء الله تبارك الله على جميع الاصناف شيء احسن من شيء. يعني عندك الصيص هذا ما شاء الله تبارك الله. ادخل اللي ابهرني في الموضوع من جد انه يعني اشوف عدد الاصناف والاطباق كم صنف. شيء يفتح النفس صراحه، يعني تاكل بعينك قبل لا تاكل بايش فمك طبعا، يعني بايش كل ما تعنيه التفاصيل، يعني من ناحيه الديكورات ما شاء الله تبارك الرحمن. رز رصيص كانت تجربه حلوه جدا. يا ايش اقول ايش اخلي. تبغى من متحف، تبغى من كافي، تبغى من مطعم، تعيش ايام زمان في وقتنا الحالي. تبغى طعم، تبغى خدمه، تبغى ديزاين، يعني ما شاء الله تبارك الله 3 في 1. المطعم ده انا اقول لك 3 في 1. طيب يا حبايب قلبي كذا يكون وصلنا نهاية المقطع. اتمنى المقطع نال اعجابكم. لا تنسون اهم شيء اللايك والاشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان اول ما ننزل المقاطع الجديدة يوصل لكم. وش حاب تقول؟ لايكات يا حبيبي زي ما قال. نشوفكم ان شاء الله المقاطع الجايه. سنبني اليوم في مكان ولا ما في مكان. اليوم انا بقى في مكان ولا ما في مكان. في مكان.